وحول استمرار التظاهرات الخدمية في محافظة ذي قار، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد مسؤول المكتب السياسي للبديل الثوري للتغيير علي عزيز. أهلا بك معنا سيد علي. أهلا وسهلا. أهلا بك سيد علي. أزمات لا تتوقف كما تعلم في ذي قار، من المجازر التي وقعت بحق المتظاهرين إلى كارثة مستشفى الحسين والحسين وغيرها أيضا، وفي ظل هذه الكوارث لا وظائف، وكل ما يعني جرى هو مجرد وعود. السؤال هنا، هل ما زال المواطن العراقي وأهالي ذي قار يصدقون تلك الوعود؟ نعم والله، يعني من منبر قناتكم طبعا أبارك لكل جهد ثوري أو كل جهد يعارض ويصب في مصلحة الشعب ضد النظام الحاكم في المنطقة الخضراء ومن خلال فروع المنطقة الخضراء في عموم محافظات القطر. وبنفس الوقت أدعو كل أخواننا وخواتنا وشبابنا وأبطالنا وثوارنا العراقيين الأحرار إلى عدم التظاهر بأي مظاهرة مطلبية الآن، لأنه إحنا الآن أن طالبنا بتحسين الكهرباء سوف تنتكس موضوع المياه، أن طالبنا بتحسين مثلا الظرف الاقتصادي سوف يزداد سوءا الظرف الأمني وهكذا، لأن النظام هذا هو المطلوب منه. اليوم الإدارة الأمريكية لما أتت بعملائها لحكم العراق، هذا المطلوب من هؤلاء العملاء الممثلين اليوم بالحكومة الأخيرة اللي هي يرأسها مصطفى الكاظمي. إحنا الآن أمامنا واجب واحد فقط وهو قلع هذا النظام. هاي الثورة المطلبية هنا وتلك الثورة هنالك وتلك المظاهرة وذاك الاحتجاج، هذا يجب أن يتوحد باقتلاع الزمرة الحاكمة القابضة على العراق وأرواح العراقيين. من خلال ماذا؟ يعني كيف يتم هذا الاقتلاع سيد علي؟ هذا يتم الآن من خلال توحيد الجهود والتنسيق فيما بين جميع القوى الثورية المناهضة للاحتلال الأمريكي والمناهضة للغزو. وطبعا نحن اليوم بصدد التخطيط إلى يوم 9 نيسان، هذا اليوم المشؤوم يوم غزو العراق. وبذات اليوم يعني لو نشاهد اليوم المعسكر الإمبريالي الغربي الصهيوني وبابوي كيف خطط إلى غزو العراق في 9 نيسان، وخطط لتنصيب أفضل وأبر عميل لهم مصطفى الكاظمي أن استلم سدة الحكم في 9 نيسان 2020. كذلك لو تلاحظ هذه المفارقة، وأن سنجعل إن شاء الله من 9 نيسان يوما أسود ودامي على المنطقة الخضراء. يعني هذا التنسيق، نعم يعني هذا التنسيق الذي تتحدث عنه سيد علي لربما هو مطلوب من النخب الثورية، ولكن ماذا عن المتظاهرين يعني الذين يجوبون الشوارع الآن بمظاهراتهم؟ ما الواجب عليهم الآن؟ لا ضير، لا ضير في الجميع أن يجوب الشوارع بالمظاهرات سواء كانت في الفرات الأوسط أو بالجنوب، لكن تبقى مثل ما يعني أخبرتك أنه كل مظاهرة مطلبية لا فائدة منها، لا فائدة من أي مظاهرة مطلبية. إحنا اليوم أمام تحدي واضح، تحدي واحد وهو اقتلاع النظام. هذا النظام اليوم يعمل على تشتيت جهودنا. إحنا نطالب اليوم بإصلاح منظومة الماء أو منظومة الكهرباء. يا أخي إحنا وطن لا نملك عن أي ماء نصلح. بلدنا اليوم سلب منا حتى الاسم، كان يسمى بلدنا بلاد وادي الرافدين، اليوم لا نملك رافدين. نعم. دجلة والفرات جفت. نعم سيد علي، لليوم الثاني على التوالي المتظاهرون في ناحية العكيكة يغلقون مبنى إدارة الناحية ويطالبون كما تعلم بإقالة مديرها، يعني ما رأيك بهذه التظاهرات أيضا؟ فليعتقلون مديرها، لا يطالبون بإقالته، فليعتقلوه. هذا مدير فاسد، مدير لص، ابن منظومة عميلة حاكمة جاثمة أتت بها الدبابات الأمريكية، يقيلوه ومن ثم يأتون بمن؟ يأتون بمسؤول صدري من التيار الصدري المجرم التابع إلى مقتدى الصدر اللي ينفذ اليوم الأجندة الصهيونية وبابوية بالعراق. يستبدل بمن؟ بمن يستبدل؟ العراق أفرغ من الوطنيين. اليوم العراق الآن يعاني من عملية إفراغه من الوطنيين سواء بقانون الاشتتات أو المساءلة والعدالة أو الدعاوى الكيدية أو الأربعة إرهاب. نحن الآن أمام تحدي وجودي واحد في العراق، حتى أبنائنا وأحفادنا يعيشون بكرامة لابد من اقتلاع هذا النظام. يعني هنا السؤال، يعني في حال تم
إقالة هذا يعني مدير الناحية، هل ستحل أزمة انعدام الخدمات بإقالة هذا المدير، أم أن هناك لربما مسؤولية هرمية يجب أن يحاسب رأسها كما ذكرت كي تحل أزمات الناحية وكل العراق أيضا؟ بالبداية يجب أن يتم اعتقال الزمرة الحاكمة القابضة في المنطقة الخضراء، ومن ثم محاكمتهم بمحكمة الشعب أو بمحكمة ثورة عراقية وطنية خالصة، وليس بمحاكم مزورة عميلة تؤسس لها القوات الأمريكية في العراق. هذا يبدأ من هنا، يبدأ الحال، ومن ثم نأتي لنصل إلى القائم مقام ومدير ناحية ومسؤول في القصبة أو مختار محلة. يجب أن تبدأ هكذا الأمور. الأمور إحنا اليوم ما نجي إحنا ننظف الدرج وإحنا في الطاية الأولى من السلم، المفروض أن ننظفه من فوق، ومن ثم يبدأ عملية التنظيف الشامل في العراق. نعم، إذن كنت ضيفا عبر الهاتف من بغداد، مسؤول المكتب السياسي للبديل الثوري للتغيير علي عزيز، شكرا جزيلا لك.